تشرفنا اليوم بزيارة مدينة الثقافة، هذه المدينة الرائعة. نحن مدرسة البشرى بالقلعة الصغرى، إطارا تربويا، تلاميذ، أولياء، حاجة ممتازة خلاص. تفرهدنا، شفنا معلم من أكبر المعالم في تونس العاصمة، وهو مفخرة لدولتنا. هذا الجناح بالذات هو جناح يثير فينا النخوة والروح الوطنية بطبيعة. وليداتنا اليوم هم يمثلوا نخبة من مدرسة البشرى، هي النوادي الثقافية التي تميزت بنشاطها لهذا الموسم: نادي طرب المرورية، نادي الكورال، نادي المطالعة، نادي البيئة، ونادي المسرح. نحب نشكر كل اللي سهلونا هالزيارة هذية، وعلى رأسهم السيد النائب حافظ الزواري اللي مكننا من زيارة مجلس النواب ومكننا من زيارة مدينة الثقافة. إن شاء الله يكونوا وليداتنا وأولياءنا ومربينا قد استفادوا الاستفادة القصوى، وإن شاء الله أنتم العاملين كلكم شباب في هالمدينة هذية إن شاء الله تكونوا منارة لتونس الخضرة، تونس الأمل، تونس الإشراق. مع الشكر.